هنا بيتكلم على درجة الحرارة جوه الانجن 6000 درجة فهرنهايت، يعني 3316 درجة سنتيجريد، ده درجة الحرارة جوه. طب هنا بنتكلم 3000 دي الحديد الصلب فيها بيبقى سايح مية. دي الانجن، الانجن اللي هي اللي بيتحط منها 4 أو 8 عشان ترفع الـ الـ الاوزان الرهيبة دي للفضاء. لما تيجي تبص عليها كويس قوي موال. الانابيب اللي بره دي، دي اللي بتحط الهيدروجين الاكسجين اعتقد بره، وفي انابيب جوه بتحط الهيدروجين والانفجار بيحصل جوه. المضخات اللي انت شايفها دي، المضخة دي زي تربينة بتلف بتضغط حاجة جوه، ودي كلها أجهزة تحكم في الانفجار، ازاي تخلي الهيدروجين والأكسجين ينفجروا بس ما يضيعوش الدنيا ما يحرقوش الجهاز. تيجي تبص عليها فوق هنا قريب كده، طبعا هتكون معقدة تعقيدة جامدة بس ممكن تتابع كل حاجة فيها. عشان تعرف بتعمل ايه بالظبط محتاج تحلها حتة حتة. دي مكنة الدفع. كل دي ما هي أجهزة التحكم. طبعا تقدموا فيها كانوا قوي هنا في البداية، كان كل ما يضربوا صاروخ الصاروخ يقع فوق راسهم ويكسر الدنيا وخسائر كتير. الكلام ده من سنة 1957 ل 1961، قعد لما لحد ما اتعلموا حاجة وعرفوا يعملوا العملية بالظبط. تشيلينج باور سبيس شاتل مين انجن. هنا بيقول لك التانك الكبير اللي انت شفته بره برتقاني ده، حاطط هنا هيدروجين اكسجين وهنا هيدروجين، وحاطط الشاتل فوق اللي هو المكوك، وجنب منه الصاروخين اللي هما الايه السوليد اللي هو الصاروخ الوقود الصلب. ده لو حبيت تقرا the most efficient engine. الانجن دول اللي هم زي ما انت شايفهم هنا، كام واحدة من دول؟ بص هنا واحدة صغيرة فوق، واحدة كبيرة هنا، اتنين هنا. ده في الاتلانتس شاتل. اخيرا انتهى في المتحف. دي الصوره بتاعته من هنا. فبيقول لك في 2.5 مليون جزء، يعني متكون من 2.5 مليون حته. وده هنا محطوط على التنكات على منصه الانطلاق.